الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. ثم الصلاة والسلام على محمد عبد الله ورسوله، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها المسلمون عباد الله، وحين أكسونا هاي عسرقاني وقتقنا ينولنا هاي ضمانات قيمها يكل هذا هيدت كدحدو ذي قلوب تودا، وحين أكسونا هاي قفك مركو شيء بسنة يو إن قفك كيبنا يعد دمينة هذه الشرالة ويديو ولبو ويدية دمين المال يسقو إبسنا يبلاريار شقيار ودولك إلهي كميدا، وحين أكسونا هاي وحيابها دادكو هاي كلا إبسدان كوا الضمانة الضليهين كقالي سيهين كوا عن ضمانة الضلهين، وهذا لنا شيء قاسوح له الضمانة صندة أما كبدا قفك وحلق يابا العق بدن ينوهورا، وأنو كويب سدين هذا الشيء قاسي الضمانة دا كمرنا لها، وحين أكسونا هاي قفك الضمانة الضبحين ايا اعيد معاملة دين دحمرتي كالضمينان ايا مركز توي هاي مدرونية أمانة لغوية قانو ضمانة داسي إن قيمة يلا نيسو قفك اللسيين قلبي جيسا هاي كالسوني قلينيسو، وحين أكسونا هاي شيء قفك لو ضمانة قاضية هدوية هاي شيء قيمة له وقالي أو احتربضا ضمانة داسي إن تاي من يددكو هادو تشعليهين إن لهلان هذا يقول فرحان بل كوى الرما هدي عدة وحكو دمانة قاديسة الدمينك كاقاي هو النقض النبي محمد عليه الصلاة والسلام وأساد يقول مصدوق كرون موهيان بين أفكي ساني كصبحين وحاو الشيقان إلهي سبحانه وتعالى ورمي ورمي بل كوى الرما وحنّي محمد عليه الصلاة والسلام والضمانة القاضي هديو إياهي تشنّدي بل كوّرّاً ضمانة دا وحلّقوها ليا هديها إتاهي عمل لكوّباً وسهلاً ونيّسّراً عدّ إلهي سبحانه وتعالى ويّسّره وقفك نفتي سكولتي هذا كولد دالة مشاقية عليس يكّدات بضان عنكو هاي نهاين وحوري الإمام أحمد رحمه الله تعالى عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اضمنوا لي ستا من أنفسكم لحرموت اضمان القادة بن النبي عليه الصلاة والسلام إن اتصمين إسان ولبات شوقتين إسان ودقنا اتكردقان إسان اضمن لكم الجنة لحدة هذه بلن قادان وحنانقونا ضمير إذن كاي وإن أتقل إنسان سنبان إذن كبالان قاضي شندا قالقا أصدقوا إذا حدثتم وقلبك كوبات يقفك لك أهلا إن نفتيس كولد ذالا يدقن ونقضه نبي محمد عليه الصلاة والسلام شنو الضمار القاضي هداد هاد الإنسان هداد ورم إنسان هداد شيكين إنسان رون شيك أبو نبي محمد عليه الصلاة والسلام شنات كجل الدون تان رنتا مركل واكير رسولك عليه الصلاة والسلام إن الصدق يهدي إلى البر وإن البر يهدي إلى الجنة ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا قفك رنتا عدو شاق رنتو وناقية دكلا أي كوهنو نساء وحقو دا وچيدة وناقو نقفك شنة يقارسية قفكو كسولي ما ينو رنشا قرنتا وكد دالو إلا إلهي أكتيس لغا قرر رنلو وليس كوى رنتا شاق لغو دارو رنتا وقو مهم سني وار وقو واجب سني وقو وينو رنتا إلهي الله شاق وحبينو إلهي سبحانه وتعالى كلها ضلين إلما آدم ودن نبر كالنبي آدم بإلهي كسو صاري مركز كودا لست بربكم ربي جنان وماهي مركز يرادين ها
taasi waa inay run noqoto. Qofka muslimka ahi markuu leeyahay ana muslim, war buu sheegayaa, ilaahay uu sheegayo uu leeyahay, ilaahay anigu waan ku waxinaya, waan ku kaliyeynaya, shirki samayn maayo, mid weyn iyo mid yar toona waan ku hoggaansamaya, waan ku addeecaya, amarkaaga khilaafi maayo, beri baan ka noqonayaa shirkiga iyo dadkiisa iyo wax kastoo aan diin ahay inuu diin laga dhigo. Haddii taa uu ka dhab sheegi waayo, ka warramo gaalnimo u qarsoon tahay. Waa munaafiqkaas yaquuluuna biafwaahi maa laysa fii quluubihim, ka warrama hadduu iimaanku qalbigiisa ku yar yahay oo camalkiisa iyo dhaqankiisa islaamnimada uu sheeganaya aanay ka muuqan. Runtu maaha un dadka markaad u sheekaynayso ama aad u warramayso waa xaqiiqada waafaqsan inaad sheegto, waa mid runta ka mida taas. Laakiin runta u weyna u waajibsani waa sidqu maca allah, waa inaad ilaahay subxaana watacaala run aad kula hadasho. Dadka kale waad siiri kartaa inay kula gaadhaba haddaad been u sheegto, laakiin ilaahay marka aad beenta sheegaysaa buu ku ogyahay inaad been sheegayso. waawfuu idaa wacadtum, markaad cid wuxuu yaboohdaan ee arrin samayntii iyo fulintii aad ballan qaadaan oo fii amri nebigu calayhi salaatu wasalaam, jannada ayaad geli doontaan. Runta iyo alwafaau bilwacdi labaduba sifaadka muuminiinta muttaqiinta bay ka mid yihiin. In laga tago oo lagu sifoobo waxaa ka soo horjeedaan oo min sifaati lmunaafiqiin, waidaa wacada akhlafa ayuu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, markuu wax ballan qaaday inuu fulinayo ballanqaadkiisii buu baajiyaa. waadduu idaa tumintum, waa qodobka saddexaada jannada lagu galaayo, wixii laydinku aaminana ammaanadaasi guda buu yidhi rasuulku calayhi salaatu wasalaam. ammaanada u weynina waa takaaliifta iyo farallada ilaahay uu ina saaray. innaa caradna alamaanata cala asamaawaati waalardi waaljibaal faabayna an yaxmilnaha waashfaqna minha waxamalaha alinsaan innahu kaana daluuman jahuula. ammaanada aayaddaa lagu sheegay ilaahay subxaana wa tacaala u bandhigay samooyinka iyo dhulalka iyo buuraha innaga aadka inooga awooddi iyo xoogga badan ay ka cudur daarteen ay ka baqeen waa waajibaadka layna saaray. cidda dhabarka u ridatay qaadatayna waa insaanka, jahligiisa iyo dulmigiisu ay badan yihiin. salaadda ilaahay kugu faral yeelay waa ammaano, soomku waa ammaano, sekada kugu waajibtay waa ammaano, wax kastoo ilaahay kugu faral yeelayna waa ammaano, wixii dadku ay kuu dhiibteen ay kugu aamineenna waa ammaano. ammaanada diineed baana u qaalisan dadku inay diintooda kugu aaminaan oo adiga ay wax ku weydiiyaan ama ay isleeyihin wanaag buu samaynaya adiga ay kugu dayanayaan. war ammaanada oofiya buu guda buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam, addi alamaanata ilaa man itamanaka walaa takhun man khaanak, qofkii ku aaminay diin iyo adduunye wuxuu kugu aaminay ba u gud, ka ku khiyaamayana ha khiyaamayn, khiyaanadu sideeday u xun tahay. waxfaduu furuujakum, cawradiina xumaan ka ilaaliya buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam. zinada iyo fawaaxishta iska ilaaliya rag iyo dumarba, yar yar iyo waaweynba, waa faaxisho, waa dembi aada u fool xun, waa mid dadka cirdigooda iyo nasabkooda iyo sharaftoodaba dhaawacaysa oo baabiinaysa. sida lagu ilaalinayaana waa in laga fogaado wax kasta oo sababi kara inuu qofku xumaantaasi uu ku dhaco. waa inuu iska ilaaliyo gacanqaadka dumarka, maxram iyo zawjo midnaba aanu ahayn, isdhexgalka rag iyo dumarka waa in la iska ilaaliyo, ikhtilaadka waxa shareecadu u taqaan. dumarku alkhuduuc fi lqowl waa inaanay samayn, hadal dabacsan oo quluubta dadka iimaanko ragga iimaankoodu daciifka yahay xumaan ugu yeedhaya ugu baaqaya waa inaanay ku hadal. gabadhu bilaa maxram waa inaanay safrin, ninku waa inaanu gabadh aan maxram iyo zawjatoona u ahayn meel waa inaanu kula gooni noqon. heesaha dhegaysigooda waa in la iska ilaaliyo, waa bariidu zina, waa dhambaalka ay zinadu iska soo horraysiiso. waxfaduu furuujakum waguduu absaarakum,
وارنك افراد شنات اندين الله ابو الرسول عليه الصلاه والسلام رقي الدم اربع اندا محلق الله بيا اندا وحلق الله بيا وحكستو ايج ايجستي سيدا وشدي سلي نغا حارنتمي دمر كوين رقا اندا كلابان رقنا وين الدمر كاندا كلابان قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم رقا مؤمنين توعد كتر هذا اندين الله awradeena xumaan ka ilaaliya labada saasa loo xiriiray way indhaha walla laaba waxay qofka ku caawinaysa xumaanta inuu iska ilaaliyo indhaha hoganka loo sii daayana waa wadada xumaanta loo maro wa qul lil mu'minati yaghdudna min absarihin wa yahfadna furujahun tumarki mu'minat kaan iyagana saasa lagu yiri mid mubashiro toos oo qofku qofki eegmadiisa ay xaraanta ka ahayd oo nool u daawanayo لو ما أقول إن دي سوينو كلاوة سو الردين والله ميت إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سننا أن يعيننا على هذه الأمور وأمثالها مما يكون سببا لدخول الجنة والنجاة من النار أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها المسلمون عباد الله أرنك لحادة أدن بأي وحر النبي وكفوا أيديكم قعمينا هايستا وكا هايستا وحكستو قعمها إن تكسى ميسان لدينك حارنتمي قفا كدلينا هكو الدلمينا حوليسا هكو قادنينا وحكو حدينا وحكو دعينا قعمينا هكو قورينا قعمينا وحارانا وإلهي سبحانه وتعالى كعري سينيا حكو تابانينا عيد تابشدود عن ليدين وقلين المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده مسلم كإسلام نمدي سواء دمائس كترمتهاي وكعرب كيسي يقع عنتي سبا مسلمين تو اي كنبت قلان وان كد ظلمية هاين وحق دران وحبك كشيق هاين حق درانا عن دباته وقيسر هاين لحداسي الرموت ادان كسو عليو تكواد واحد تايقف كرنتين وكد داله طلبات وحب الله انقاضي إنه أوفيه تصدحات وحي اللقو آميني إنه أمانة داسي إلاليه وقده تافرات عوردي سينو حمانك إلاليه وحكستو حمان توصي بكرو قارسين كرينو كديراله تشناد وينو إنديه سكالابو وحانو إلهي وقلين إيغستي سيدا وشديس تلي حادنا وإن أنو قعميه سكوصة ماين كتابا كقبا وإلهي سبحانه وتعالى وكحرامي إلي لحدار المضغف كالقاه لنبي محمد عليه الصلاة والسلام كان أيو الضمانة القاضي آدنا ويسهلين عد إلهي ويسر ويسرين وحان الله قيابا هدي مركة هراد كو ابتلي سنتاد كو امتحاما تاي لحدار المامود كوا كسو هرچيدا خن خن ان اد نفتا دا كچر تور صفات ك نفتا دا ادو ييشا اني كاغا باهاتو صبر ان نفتا دا خمانتا ك صبر سيسو وناغنا ك صبر سيسو يا جهاد نفتا دا ان اد لدداش وناغاد كل لدداش مركا دمبا نفتو وي لقب سن دونتا الهي بان خير كا يا كو لميد كا و كو فودين دونا سيدا الهي و بلان قاداي ادوميسا نفتو دا لجهادي والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين إلهي بين سبحانه وتعالى ويدي سنينا أن يعيننا على أنفسنا وأن يقينا من شرها وأن يغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وللمسلمين والمسلمات اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.